بعد ما يقارب 11 سنة من جوزي مورينيو استنى أنطونيو كونتي باش يتحصل على لقب سكوديتو من جديد. كان الفريق تطور في الأربع سنوات الماضية ورينا بالتأكيد تغييرات كبيرة برشا مع سباليتي وغيره. خذ النادي لمدة سنة وقام بعمل باهي برشا وبعديك بالتأكيد أنطونيو كونتي جاء دوره اللي بالتأكيد استغل المهارات الموجودة وتمكن من تطوير الفريق ورينا في السنة الماضية حصل على المركز الثاني خلف يوفنتوس وكذلك وصل النهائي الأوروبا ليج وسنة خدم خدمة أكبر وغير برشا حاجات في أسلوب اللعب متاع الانتر قام بخدمة باهية برشا كذلك مع كل الفريق عمل وحدة لحمة في الفريق لحمة قوية برشا وتمكن بالتأكيد من تتويج ذلك بالفوز سيطر على السيريا والانتر في نهاية الأمر كان هو البطل باستحقاق بالتأكيد وخلال سنوات كثيرة رينا أنه الانتر كان ينتظر في هذا التتويج والجماهير كانوا في الشوارع بالرغم الوباء الموجود كان فما احتفالات كبيرة برشا وأنا نعيش في مدينة ميلانو تحديدا وريت الاحتفالات كانت فما سعادة كبيرة برشا. كونتي هو الآن البطل الجديد متاع الانتر ومتاع المدينة كذلك بصفة عامة والمركز الثاني كذلك لميلان اللي تمكن من أنه يكون ثاني في سكوديتو واليوفي فقط البطل متاع السنة الماضية بتسعة بطولات كذلك بالتمام والكمال كان مركزه الرابع فاز بكاس إيطاليا كذلك اليوفي. لذا نحن رينا تغيير كبير ياسر في الكرة الإيطالية ثلاثة الكبار متاع إيطاليا في الأربعة الأوائل الموجودين بالتأكيد ولكن مدينة ميلان تحديدا أصبحت من جديد هي المدينة التي تستقطب النجاح المدينة رقم واحد في الكرة الإيطالية. هنا قيس اليعقوبي محلل البرنامج يحكي مع كارل. يبدو لي معنا زميل من إيطاليا ومطلع على خاصة على الكالتشو والتفاصيل. اوكي كونتي في السنة الثانية متاعو تمكن من انه يتحصل على الدوري الايطالي امام منافس تقليدي ساعة في المقام الاول يوفي ثم عودة ميلان واتلانتا ونابولي، لكن في الثلث الاول متاع الموسم انطونيو كونتي كان في صراع كبير مع الادارة متاعو، الاجواء اصبحت مسمومة وتوترة جدا وكل الصحافة الايطالية يمكن تحدث على قطيعة. كيفاش كونتي نجم وقدر على أنه يعمل معادلة بين صراعه مع الإدارة والمحافظة على الأجواء الفنية على الملعب وتتالي الانتصارات تقريبا أولا ما مش يقولوا الانتر سنة، يعطينا تفسير للوضعية هذه. صحيح قام كم خدمة كبيرة برشا، هو خذي على عاتقه الخدمة الكل والضغوطات الكل متاع الفريق ومشاكله مع الإدارة في الثلث الأول كما قلنا. هو بالتأكيد كان عنده برشا مشاكل مع الإدارة ولكن هو تحمل كل المسؤولية رغم ذلك. وحاجة أخرى مهمة برشا، اللاعب الأساسي والرسمي للفريق بالتأكيد هو روميلو لوكاكو وقال أنا نلعب فقط من أجل كونتي، هذا اللاعب الأول في الفريق. لذا الإدارة بالتأكيد رضخت للضغط هذا وقالوا ما نجموش نبدلوا كونتي في الوقت هذايا، وكنا نتحدث هنا قبل ماسيميليانو أليغري بالتأكيد لتعويض أنطونيو كونتي. الكثير من الأشخاص كان يمكن أن يكونوا موجودين في الانتر ولكن في الاجتماعات اللي حصلت بالتأكيد بعد نهائي الدوري الأوروبي اللي صار ربما قالوا أنه أليغري قد يكون هو المدرب الجديد للانتر، ولكن لاحظنا بالتأكيد بأن الشخصية متاع أنطونيو كونتي والفريق وخاصة روميلو لوكاكو اللي هنا بالتحديد اللاعب الأساسي والأشهر ربما في فريق الانتر كانوا متوحدين وكانوا وراء المدرب متاعهم. كارلو مادامك تحكي على لوكاكو ومعنا النجم نيكي سامربيل اللي لعب لسنة طويلة في البريمير ليج، خليني نعرف رأيه علاش لوكاكو نجح في الكالتشو نجح مع الانتر في الوقت اللي يفشل انه يحقق نفس الشيء مع مانشستر يونايتد، معناه كان في مانشستر وكان كانوا يستناو منه
انه يكون القاطره اللي تقود بقيه اللاعبين الاخرين باش يحقق القاب كبيره وعوده مانشستر للتتويج بالبريمير ليج. هذا ما نجحش فيه حقه في ايطاليا، شنو هي السر في اعتقادك؟ ربما يكون الدوري اصعب، انا ما نحبش نقول بالتاكيد ان الدوري الايطالي اضعف، ولكن ربما كذلك المدرب اللي ما نجمش يخرج افضل ما يوجد في اللاعب هذا، وربما ما حظاش بفرصه طويله انه يستغل هذا اللاعب. في بعض الاحيان هذا يصير، هو حاول بالتاكيد انه يساعد وحاول انه يكون مع المجموعه، قدم كل ما ينجم، ولكن ربما ما تمش استغلاله كما يجب في مانشستر يونايتد وما نجمش يقدم الاضافه. هو توا بالتاكيد في ايطاليا، ما نعرفوش وين باش يكون المستقبل نتاعو، ولكن رغم ذلك بالتاكيد نتائجه ممتازه الان، ولكن المدرب هو اللي يلزم يستغل اللاعب، والمدرب ربما في مانشستر يونايتد ما عرفش كيفاش يخرج افضل ما يوجد في لاعب كيما لوكاكو اللي هو لاعب ماهر جدا بالتاكيد وممتاز.